أخبار على الحياة فم. السابعة مساء هنا من الحياة فم، أهلا بكم مستمعين الكرام لهذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. اليعقوبي يؤكد مواصلة حجب الأعداد خلال الثلاثي الأول والثلاثي الثاني من هذه السنة الدراسية. تونس رابع وجهة عالمية للسياح الفرنسيين. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يخصص مساعدات بقيمة 4 مليون دينار لفائدة 15 ألف عائلة فقيرة في تونس. وتدريبات نادرة بموسكو لصد صواريخ باليستية. إلى تفاصيل النشرة، حيث أفادت الهيئة الإدارية العامة للتعليم الثانوي المنعقدة اليوم السبت 21 من جانفي الجاري بالحمامات بأنها قررت مواصلة حجب الأعداد خلال الثلاثي الأول والثلاثي الثاني من هذه السنة الدراسية، وذلك حسب ما أكده الكاتب العام للجامعة لسعد اليعقوبي في تصريح إعلامي له. خصص الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مساعدات عينية بقيمة 4 مليون دينار لفائدة 15 ألف عائلة من العائلة المعوزة والفقيرة في 24 ولاية، لا سيما في المناطق الريفية والجبلية والأحياء الشعبية التي تعيش حاليا على وقع موجة من البرد. وقال منير الحاجي مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لوكالة تونس أفريقيا الأنباء بأن الاتحاد انطلق منذ شهر ديسمبر الماضي في توزيع تلك المساعدات العينية في إطار برنامجه السنوي لمساعدة العائلات الفقيرة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وتتمثل هذه المساعدات التي يتواصل توزيعها في إطار هذا البرنامج في 300 طن من المواد الغذائية، 15 ألف قارورة زيت، 300 قطعة ملابس، 30 ألف زوج حذاء، و30 ألف غطاء صوفي، و4 ألاف حشية، وفق ما أفاد به منير الحاجية. صنف بارومتر الوجهات الذي يقوم به الموقع الفرنسي المختص في السياحة والرحلات والترفيه الإيكوسياحية تونس الوجهة الرابعة عالميا من بين الوجهات الأكثر طلبا من السياح الفرنسيين حسب حجم المبيعات خلال سنة 22 أو 2000. وزادت المبيعات وفق هذا البارومتر الذي أعده الموقع الفرنسي عن طريق منصة الرحلات والترفيه أوركسترا بنسبة 8% مقارنة بسنة 19 و 2000. انعقدت اليوم السبت 21 من جانفي الجاري بحديقة اليابان بتونس العاصمة فعاليات افتتاح تظاهرة فرصة التي ينظمها مركز الإعلام التونسي الألماني للتشغيل والهجرة وإعادة الإدماج يومي 21 و 22 من جانفي الجاري بالتعاون مع المنظمة العالمية للهجرة ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبلدية تونس، وذلك في إطار دعم كل المبادرات الرامية لمعاضدة مجهودات الحكومة التونسية في مجال تكوين وتطهير الموارد البشرية وتقريب مختلف الخدمات المزداة من طرف هيكل الدولة والشركاء الوطنيين والدوليين. حيث أكد نصر الدين صيبي وزير التشغيل والتكوين المهني في كلمته التي ألقاها بهذه الفعاليات بأن هذه التظاهرة تهدف إلى المساهمة في التعريف بالخدمات التي توفرها الدولة التونسية وشركائها لفائدة الشباب من طالبي التكوين والباحثين عن شغل والراغبين في ريادة الأعمال. وفي العالم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات الدفاع الجوي أجرت في مقاطعة موسكو تدريبات قالت أنها تحاكي صد هجمات على منشآت عسكرية وصناعية وإدارية، في وقت أعلنت فيه أوكرانيا إجراء تدريبات مماثلة تحاكي صد هجوم روسي في العاصمة. الدورة الثانية للانتخابات التشريعية 29 جانفي 2023. أكد المترشح للانتخابات التشريعية عن دائرة الوسلاتية عن جلولة سبيخة سالم نصر الله أنه سيعمل من خلال برنامجه الانتخابي على العمل على تحسين مشاغل الفلاح وقطاع الصحة والتربية والعمل على النهوض بالمنظومة التربوية والمنظومة الصحية المهترئة، بالإضافة إلى الاعتناء بخصوصية كل جهة وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن. أكثر التفاصيل في التسجيل التالي. السلام ومرحبا بكم. سالم نصر الله مترشح في الانتخابات التشريعية على الدائرة الانتخابية الوسلاتية عين جلولة السبيقة، متصرف عام، خدمت معتمد سابقا، هو رئيس بلدية حاليا، متخرج من المدرسة الوطنية اللي بدرا 22 سنة في الإدارة التونسية، خبير في الشؤون المحلية ومكون معتمد لدى مركز التكوين ودعم اللامركزية. تلقنا على بركة الله عنا برنامج انتخابي طموح يلبي حاجيات مواطنينا وأهالينا في ربوع سبيخة الوسلاتية نجلولة سيسب. أساسا هو فلاحي بالأساس، يهتم بالفلاح وبمشاغل الفلاح، بالبنية التحتية، بقطاع الصحة، بقطاع التعليم. بالطبيعة احنا دورنا كنواب ان شاء الله اذا كان اعطيتونا ثقة وترشحنا، يهتم أساسا بالتشريعات الجديدة اللي
تقطع مع التشريعات القديمة اللي هي تهتم بالمنظومات المهترئة، المنظومات نتاع الفلاحة كسوة في المناطق السقوية، ولا منظومة الأعلاف، منظومة تربية الماشية، منظومة الأشجار المثمرة إلى آخره. عندنا أفكار وعندنا مقترحات نتاع مشاريع قوانين في الإطار هذايا. كذلك في قطاع الصحة يلزم النهوض بالتعليم باش ما يعودش معناها في منظومة تعليمية تصبح منظومة تعليمية تربوية بالأساس، تربي الأجيال ترجع كما كانت قبل تونس من بين معناها في المنارات نتاع خريجي الجامعات والتعليم العالي. كذلك المنظومة الصحية المهترئة يلزم نهتموا بها. عندنا في جهاتنا نحن باش ما نذكرش المناطق خصوصيات كل جهة يلزم نعتنيوا بها ونكرسوا معناها فهمتني في اتجاهها مجهودنا في إطار تشريعي باين. كذلك فهمتني باش نحبوا نحسنوا المقدرة الشرائية للمواطن. ومن جهة أخرى أكد المترشح عن دائرة القيروان الجنوبية الطيب الطابي بأنه سيسعى إلى تحسين المقدرة الشرائية للمواطن في الجهة وتحسين البنية التحتية. وأضاف المترشح بأنه سيعمل على إحداث سوق مركزية لبيع الخضر والغلال وذلك للقضاء على الانتصاب الفوضوية والاعتناء بالصحة عبر التعجيل بإنجاز المستشفى الجامعي الملك سلمان ومدينة الأغالب الصحية ومد خطوط السكة الحديدية بالإضافة إلى العمل على تحسين الواقع الفلاحي بالجهة. أكثر تفاصيل في التسجيل التالية. الطيب الطالبي مترشح عن دائرة القيروان الجنوبية، أستاذ تعليم أول مميز فوق الرتبة، رئيس بلدية حاليا. البرنامج الانتخابي متاعنا نحن نسعى إلى تحسين الظروف المعيشية والمقدرة الشرائية للأهالي متاعنا بجهة القيروان الجنوبية. القيروان تعاني من عديد المشاكل، بنية تحتية مهترئة، فوضى يعني على مستوى الانتصاب الفوضوي والبناء الفوضوي وتكدس الأوساخ. باش نحاولوا هذه باش نجدوا لها حل من خلال احداث قضايا كبرى كسوق مركزية لبيع الخضر والغلال. ثم عن القطاعات الحيوية الرئيسية اللي هما الصحة والتعليم والطرقات اللي تعاني من نقص كبير برشا، سنعجل بإنجاز المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز ومدينة الأغالب الصحية وتحسين المدارس والمعاهد المهترئة، ثم مد خطوط السكة الحديدية. ثم على مستوى الأرياف متاعنا يعانيوا من مشاكل كبيرة برشا، قلة التزود بالبذور و بالأسمدة وغلاء أسعار المواد الفلاحية وشحة المياه وعدم كهرباء الأبار. هذه كلها باش نحاولوا كيفاش نجلبوا من فائض مياه الشمال وإحداث بحيرات مائية على مستوى مجرى واد زرود، ثم الحد من ظاهرة الاستيلاء على المواشي والسرقة وكثرة السرقات. نريد بلد آمن يستطاب فيه العيش، تحسين مستوى عيش المواطنين. الدورة الثانية للانتخابات التشريعية 29 جانفي 2023. نهاية النشرة الإخبارية وهذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. الأسعد ليعقوب يؤكد مواصلة حجب الأعداد خلال الثلاثي الأول والثاني من السنة الدراسية. تونس رابع وجهة عالمية للسياحة الفرنسيين. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يؤكد أنه خصص مساعدات بقيمة 4 مليون دينار لفائدة 15 ألف عائلة فقيرة. وتدريبات نادرة بموسكو لصد صواريخ باليستية. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة. إلى اللقاء.